السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من قناة اي اس تي في. معكم ام نريمان. ان شاء الله احبابتي هاد الفيديو تلقاكم كاملة بخير مهنيين. اليوم راح نديرو مع بعض فطيرة سهلة وسريعة، سواء قهوة الصباح ولا العشية ولا لضيف الغفلة. مقادير هاد الفطيرة عندي لهنا مغرف تاع السكر تكون معمرة هكذا مليح، 4 كاس تاع الزيت ما يعادل 6 مغارف، 4 كاس ثاني تاع الحليب ما يعادل 6 مغارف، زوج حبات تاع البيض، عندي لافاني هنا عندي 4 مغارف يكونوا معمرين مليح ثاني تاع السميد يكون رقيق، وعندي لهنا زوج مغارف يكونوا معمرين ثاني تاع الفرينه، كيس خميره الحلوى، وعندنا قرصه تاع الملح ما نساوهاش. نبداو على بركه الله. بسم الله. هنا في الريسيبيون تاعي حطيت هذوك زوج حبات تاع البيض، نزيد هذيك المغرف تاع السكر قلت لكم تكون معمره مليح، ونطلعوا الخليط تاعنا حتى يبدا. هنا بعد ما بيض الخليط تاعي نزيد له هذيك القرصه تاع الملح، نزيد الزيت والحليب، حكمي المقلة تاعك حطيها على نار تكون قوية وزيدي لها هكذا زوج مغارف تاع الزيت، كيما تقدري تدهنيها بالزبدة، خليهم حتى يسخنوا مليح مليح، ومن بعد نفرغوا الخليط تاعنا. هنا بلا ما تمسيها دوكا نقصي الغاز كومبليتمون عليها وغطيها وخليها حتى تنتفخ وتشوفيها نشفت من فوق باش تقلبيها. كي تكون راهي هكذايا طيب بلا ما تعريها من داك هكذايا وقلبي المقلة تاعك، قلبيها هكذايا باش يطيبوا لك كامل الجوانب ملاح وما تتحرقلكش. هنا غير تعروها هكذايا وتلقاوها نشفت، هاي تمسوها هكا تلقاوها نشفت، احكموا طبيسي ودهنوه بالزيت هاوليك وقلبوها عادي كيما نقلبوا اينوملات. هاي ليك دوق لهنا، تحبوا تزيدوا شويه تاع الزيت وطيبوها كيما تقدروا، طيبوها ديريكتومون هكذايا. ما حاش تشد لكم الوقت بزاف، ما تغفلوش عليها باش ما تحرق لكمش، ومن داك وقلبوها هكذايا. هاي لك الفطيره تاعي بعد ما طابت دوك وهي سخونه هكذايا، حطي عليها العسل، والتزيين لهنا يبقى اختياري، تحبي ديريها بالكوفري، تحبي ديريها بنوا دو كوكو، تحبي ديريها بلوز ايفيلي كاكاو ايفيلي، الامر لهنا يرجع ليك. دهنيها هكذا وخليها تشرب شويه هذاك العسل، ومن بعد ديكوريها كيما تحبي. انا هنا رايحه نديرها بالكوفريت، راح نحي في السكرفاج هذا الكوفريت العادي، راح نحي في السكرفاج وندير فيها دوك، نخليها تشرب شويه تبرد شويه ومن بعد نوريها لكم كيفاش جات لداخل. الفطيره تاعي هنا راهي مازالها سخونه، انا درت عليها شويه تاع الكوفريت ما حطيتوش كامل، يا ربي دالي هكذا تقاولي هكذايا دورونجي من هاد الكوفريت، ودوك لهنا نقطعها معكم مالغي مازالها سخونه. زمان بكري كانوا يديروا لها الجوز لهنا من الفوق، كنا نديروها في بلاصه مشوشه للنافسه تخرج روعه، ولا هكذا كيما تلقاش باش تشربي القهوه ديريها هي تمتم توجد لك. هاي لك النتيجة تاعها، شوفو كيفاش تخرج ما شاء الله، خفيفة شيشة تخرج روعة روعة. برك نقصو لها الكاس في الطياب، وكي تقلبوها زيدولو شوية برك، إن فوا تقلبوها زيدولو شوية برك باش ما تيبسلكمش، وشوفو النتيجة تاعها.
تخرج ما شاء الله. شوفوا كيفاش الشيشه مالغري راهي مازالها سخونه، والتزيين لهنا يبقى اختياري كيما تحبوا. واللي تحبها طالعه بزاف لهنا تستعمل المقله تكون شويه صغيره، انا نحبها بهاد لي بيسور. ما بقى لي غير نقول لكم لا عجبكم لا فيديو ديروا جيم لا فيديو، ابونيو للقناه باش يوصلكم كل جديد تاعنا، باش تروح لاشين البعيد. خليتكم في امان الله وحفظه، والى فيديو واحد اخر ان شاء الله.